إلى ذلك دعت اللجنة التنفيذية للانتخابات إلى الاستفادة من المراكز العامة للتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية من خلال 14 مركزا في جميع المحافظات، حيث لا يشترط أن يكون الناخب من نفس دائرة موقع المركز العام. وأوضحت أن الناخبين بإمكانهم التصويت في المراكز الفرعية التابعة لدوائرهم أو في 14 مركزا عاما. وسوف تستقبل المراكز العامة واللجان الفرعية الناخبين المدرجين على القوائم بدءا من 8 صباحا وحتى 8 مساء يوم غد السبت. وتجرى جولة الإعادة للانتخابات النيابية في 31 دائرة، فيما تحتدم المنافسة في 23 دائرة على مقاعد المجالس البلدية. هذا وحققت الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية في جولتها الأولى مشاركة كبيرة بلغت نسبة 67%، حيث أقبل المواطنون البحرينيون على مراكز الاقتراع في كل المحافظات إلى آخر دقيقة من إقفال صناديق الاقتراع، محققين نجاحا فاق كل التوقعات.